بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ صالح الحنوي بدمشق له أخ اسمه إسماعيل. إسماعيل هذا أصيب بالشلل وكان يجلس في المسجد مقعد، كان مقعد يعني عنده شلل لا يستطيع الحركة في المسجد بدمشق. ففي يوم من الأيام وهو جالس بالمسجد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه. ربما كانت هذه رؤيا منامية، فقام وقف ومشى وتعجب الناس وأخذوه وزاروا أماكن أخرى وتباركوا به وظلوا يمشون معه حتى وصل إلى البيت. وأتم حياته وهو يمشي على قدميه. يا رب، يا ترى ما سر هذه الكرامة المرئية أمام الناس؟ الشيخ إسماعيل الحموي شقيق الشيخ صالح الحموي السوري قام يمشي على قدميه بعد أن أصيب بالشلل التام وبرئ تماما وقضى حياته في صحة دائمة بين الناس، لأنه كان مكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يكون مكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون عنده مرض وربنا صرف عنه وهو لا يعرف. خلي بالك، يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله كان سافر للعلاج في سنة من السنوات، فوجدوا حينما يجروا له عملية جراحية أن هناك اتجاه ثاني للطعام، يعني تحول في الأمعاء بحيث أن هي تسرب الطعام في مكان غير المكان الطبيعي، وطبعا ده يعمل تسمم وموت على طول. طب أين ينزل هذا الفضلات وتم تغيير المجرى؟ لا يعرفوه. في أي مكان تخرج من الجسم؟ لا يعرفوه. عرفوا أن هذا كرامة لم يروها من قبل، وطبعا هم عجلوا كل شيء بإمكانياتهم الطبية ولم يعرفون السر الإلهي. هذا الرجل كان مكسل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل العلماء مكسرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كانت حياته في كلها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكم ممكن تكون مكسر من الصلاة على النبي وانت عندك مرض لم الله سبحانه وتعالى أخفاه عنا؟ فإذا جئت في قرب نهاية حياتك يتعجب الأطباء كيف كان يعيش؟ معقول هذا المرض كان في جسده ولم يموت؟ عجيبة. وقد يكون فيك مرض
عجز الطب عن علاجه وشفاك الله سبحانه وتعالى منه. واحد يقول لي ما جعيش، هي الصلاة على النبي دعاء. في واحد يقول لك ده ما دعاش ربنا. يا سيدي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أصلا. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إذا تخفى همك ويغفر ذنبك. فالمرض من ضمن الهموم. فالمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دعا الله، فيتكفل الله سبحانه وتعالى، وهو خالق وهو على كل شيء قدير، يتكفل الله تعالى بشفائه وذهاب همه وصحة جسده. إذن يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة على النبي. وكما قلت لكم هذا كتاب المكسرين أيضا مع كتاب هبات الرحمن للمكسرين وكتاب دلائل الخيرات، ده $1. أما كتابنا هذا اللي هو هبات الرحمن الذي يظهر أمامكم على الشاشة الآن للمكسرين من الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ده بالطبع بالألف حاليا. أما في بداية كل كتاب جديد في بدايته بيبقى 2000. حاولوا تكونوا من المكسرين، يظهر الله لكم كرامة في أولادكم في بناتكم. كيف لواحد أو واحدة يهرعون على المشايخ، يهرعون إلى المشايخ من أجل بنتنا تأخرت عن الزواج، ابننا تأخر عن الزواج، وهم يبخلون. الله يعلمكم. أنتم تستطيعون أن تعملوا 2000 نسخة، 1000 نسخة، ولكنكم تبخلون. فالبخيل لا يقضي الله حاله أبدا. ما تجيش تقول لي خد الفتات، ما تكونش مقل من الصلاة على النبي. لذلك احنا عشان الظروف الاجتماعية في مصر ما بناخدش من حد فلوس للطباعة، أن الورق غالي جدا حتى هذه الأيام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.